بسم الله الرحمن الرحيم، هنشوف دلوقتي ازاي نستخدم قاعدة اف في برنامج الداينامو، بحيث ان انا اقول له لو حصل حاجة اكتب كذا، لو حصل حاجة تانية او الحاجة دي محصلتش اكتب حاجة تالتة. تمام، فاقول له مثلا قاعدة اف اهوت، وهقول له واتش بحيث ان انا اشوف النتيجة. تمام، هبدأ أديله حاجة تيست وليكن مثلا بولين اهوت، بولين ترو او فولس، واروح موصله ايه بالتيست. طيب هقول له لو ترو اكتب كذا، لو فولس اكتب كذا. خليني ادخل هنا واقول له كود بلوك، وهبدأ اكتب، احط بين قوسين، بين عندين كده، واقول له هنا هقول له مثلا ده حرف تي. تمام، وهقول له هنا برضه اخد الكود بلوك دوت كوبي بيست، واقول له اف. تمام، واقول له ترو، واقول له فولس. تمام، فدي فولس اهيت، فخلاص اداني فولس. لو هي ترو هيبدأ يديني حرف تي. طيب تعالى نعملها بطريقة تانية، وليكن مثلا عن طريق ان انا اديله معادلة. تعالى نعملها بطريقة تانية، وهي ان انا هقول له فورميولا معادلة، وهقول له اف، وهفتح قوسين واقول له لو الاكس ما اتحققتش خد اعمل واي، لو الواي ما اتحققش اعمل الزد. تمام، فبيديني اكس واي وزد. طيب الاكس اللي هو الشرط بتاعي اهوت، وبعدين لو هي ترو اعمل لي التي، ولو هي فولس اعمل لي حرف الاف. اخد الواتش ديت كوبي بيست اهيت، اوصلها كده. تمام، طيب لو قلت له دلوقتي اهي فولس هيديني اف، وهنا برضه هيديني اف، يعني الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. تمام، دلوقتي هقول له طب انا عايز استخدم كود بلوك. تمام، واقول له خد المعادله دي هنا. تمام، الاكس الشرط بتاعي، الواي لو اتحقق صح، الزد لو اتحقق غلط. اقول له ده هو الاكس بتاعك اهوت، وخد الواي اللي هو لو اتحقق صح، والاف اللي هو اتحقق غلط، واقول له الواتش هيت، واقول له ده فولس اهوت، طب ترو اهي. فدول اقدر اتحكم بيهم وانا بعمل البرامج بتاعتي، بحيث لو في شرطين اقدر اتحكم، لو صح هيحصل كذا، لو غلط يحصل كذا.